ولا نزال في عدن حيث تعتبر ساعه ليتل بن صرحا اثريا ومزارا سياحيا يطل على ميناء مدينه عدن اليمنية وضواحيها وهي مركز جذب مهم في المدينه. ومضى على تشييد هذه الساعه الشهيره اكثر من قرن من الزمان ولا زالت محافظه على مكانتها التاريخيه رغم تداعيات الاهمال والتخريب على مر السنين. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلتنا من عدن نور سريب. على تل مرتفع في مديريه التواهي بمحافظه عدن اليمنيه تقف ساعه ليتل او كما وصفها المؤرخون بانها بيج بن العرب او بيج بن الشرق يعود بناؤها الى عام 1890 وصممها مهندسون بريطانيون وفقا لتصميم ساعه بيج بن الشهيره في لندن عاصمه المملكه المتحده تعتبر ساعه ليتل بن احد اهم المعالم التاريخيه في مدينه عدن وتعتبر مزار للزائرين مبنى المدينة وكذلك اللي يقطنون إليها من خارج المدينة أو السياح الأجانب بحيث أنها عبارة عن مبنى معماري أو تاريخ قديم يمثل نفس ساعة بيج بن في بريطانيا كما تعلمون ويأتي إليها ابناء المدينة لزيارتها خاصة يعني قبل الغروب أو في وقت العصر لمشاهدة المظاهر السياحية أو المناظر الطبيعية الخلابة في الخلف كامينة المعلة ورصيف السياحة والميناء بشكل عام تم اختيار موقع الساعة بعناية يجعلها مرئية لكل العابرين من مديرية التواهي برا وبحرا حيث يمكن للسفن العابرة من ميناء عدن أن تراها وتتميز ساعة لتلبن بشكلها المستطيل وسقفها المثلث متساوي الأضلاع المطلي بالقرميد الأحمر يبلغ قطرها حوالي متر من جهاتها الأربع وعرضها متر ونصف وارتفاعها 22 متراً، بداخلها سلم حديدي ذو سمك خفيف وبشكل حلزوني يمتد حتى أعلى الساعة التي تطل على البحر مباشرة وعلى ضاحية منطقة التواهي، كانت عقارب الساعة نهاية دورانها لساعة كاملة تصدر رنة قوية يصل صداها إلى الجميع ويسمعه اهالي الاحياء المجاوره في مدينه عدن وخصوصا في الليل حين يخيم الصمت والهدوء على المنطقه تعتبر ساعه ليتل بيج بن من اهم المعالم الاثريه في محافظه عدن وقد بنيت من قبل من اكثر من 100 سنه وهي رمز للوقت واهميته الساعه هذه بنيت بمحاذاه الميناء ميناء عدن التاريخي والذي كان يشهد يعني قبل 100 سنه او 200 سنه ازدهار يعني في حركه السفن والزوار تم ترميم ساعه ليتل بن لاول مره في ثمانينات القرن الماضي الا انها تعرضت للتخريب والاهمال مع مرور الزمان وبجهود السلطه المحليه بعدن عادت الى العمل في عام 2012 بعد ترميمها بمادة الفايبر جلاس الأبيض وتركيب الأضواء الداخلية وعقارب الساعة وأداة التحكم وتطوير الشكل الخارجي لها. قد تتوقف دقات ساعة ليتل بن في بعض الفترات بسبب الإهمال ولكن ذلك لا يغير كونها إحدى أهم المعالم الأثرية والجمالية بمدينة عدن. نور سريب لتلفزيون مملكة البحرين عدن